تقرير ده عن أزمة أيضا أصحاب البازارات برضو في ظل الأوضاع الحالية، وبعدين نرجع نستقبل شيخنا العزيز الشيخ محمود المصري في فقرة دين ودنيا. آلاف العاملين في خان الخليلي حياتهم ومعيشتهم تأثرت سلبيا بالأحداث الدائرة في الشارع. احنا مسكين في كل حاجة، في كل حاجة، حتى لما وظف لقمة العيش عارفين مش عارفين ناكلها. يعني أولا عندك المظاهرات اللي حاصلة في الشعب دلوقتي، وعندك الثورة، وعندك المسؤولين، كل ده ناسي إن في حاجة اسمها السياحة بتدخل أكثر إنتاج فلوس للدولة. الناس اللي كانت طالبة بضاعة أصلا خايفة تنزل من بيوتها تيجي تشوفها. بيتصلوا بيقولوا إحنا خايفين ننزل. طب مع التسليم حاجاتكم خلصت؟ مفيش، الناس خايفه تنزل بسبب الاحداث اللي بتحصل. البيع والشراء مفيش، يعني مفيش انهي سياحه وانهي شركات سياحه تجيب للناس تيجي في الوضع المتأزم ده. حركه السياحه والتجاره في انخفاض ملحوظ يهدد بمأساة اجتماعيه لا يتحملها كثير ممن يفتحون بيوتا تعتمد في نفقاتها على عملهم وحرفتهم التي صارت شبه متوقفه في خان الخليلي. المعيشه في الدنك، مفيش، احنا قاعدين طول النهار اهو، محل اهو ما بيبيعش حاجه، مفيش مجال لاكل عيش هنا، كل محل فيه اربع خمس كنتار، طبعا الحاله واقفه والعمليه مريحه خالص. في ناس كتير قوي اتضررت، في اصحاب محلات طفت الموظفين اللي عندها، اللي كان عنده اربعه بقى بيشغل اتنين، اللي كان بيقبض بالشهر بقى بيقبض نص جمعه. صحابات المحلات كمان معذوره، زائد ان اللي بيحاصرونا بالضرايب، بيحاصرونا بالتامينات. مطلوب مننا ندفع فواتير كهرباء، ضرايب، تليفونات، وتامين، ده اللي بندفعه. وبعدين ايه؟ يعني بيجي من اكلنا احنا. احنا ما بنشتغلش دلوقتي، احنا بقى لنا اكتر من سنتين ما شفناش شغل. كل ده يعني بننزل نفتح ونقفل عشان المحلات بس تبقى مفتوحه. خان الخليلي هذا الشارع الشهير بصناعاته المميزة يعاني ركودا وضعفا في حركة البيع والشراء ووقت الحال. أصحاب البازارات والعاملين في خان الخليلي هم منسيون من كثيرين. إيمان توني، 90 دقيقة، قناة المحور.